تعد الأعياد فرصة للإجازات للعديد من أصحاب المهن، إلا أن هناك مهنا لا تعرف عن هذه الأجازة شيئا، وحرفا ارتبط موسم رواجها بحلول أيام العيد. المزيد في التقرير التالي. في تمام الساعة 7 صباحا افتتحت حديقة حيوان الجيزة أبوابها لاستقبال زوارها في أجازة عيد الفطر المبارك، فاستقبلت في الساعة الأولى فقط أكثر من 10,000 زائر. محمد علي حارس بيت الشمبانزي وزملاؤه الذين توجهوا إلى أعمالهم في وقت معظم المصريين فيه يقضون أجازتهم، قابلوا المواطنين بالترحاب ورسم البسمة على وجوههم من خلال اللعب مع الحيوانات وتفاعلها معهم. بالنسبة لأيام العيد دي احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نحاول ان احنا نوفر الحيوان الراحة، وعشان خاطر نبسط الأولاد الأطفال الصغار اللي الناس اللي هي خارجة من بيوتها دي عاوزة تتفسح عاوزة تتبسط، بنحاول قد ما احنا ان احنا نبسطهم وبتاع ونقضي لهم ونخليهم يقضوا اليوم يبقى كويس بالنسبة لهم. اشتهر المصريون أثناء الاحتفال بالأعياد أن يتناولوا الأطعمة المختلفة، وعلى رأس هذه الأطعمة الكشري الذي اشتاق إليه المصريون خلال شهر رمضان الكريم، مما دفع محمد غالي للعمل في أجازة العيد لتلبية احتياج المصريين أن يجدوا مطاعم الكشري مفتوحة ليأكلوا هذه الوجبة المحببة إليهم. محل الكشري ده يعني وجوده في رمضان بيبقى مقفول، واحنا بنضطر نفتح في ايام العيد والمناسبات السعيده دي بالنسبه للشعب المصري، لانه بيبقى مشتاق لموضوع وجبه الكشري دي. الوجبه دي محببه للشعب اغلبيته كله او عامه. فبالتالي احنا ما بناخدش اجازه في الايام ديت لاسعاد الناس ديت المواطنين بالنسبه لوجبه الكشري. لا أجمل من رحلة نيلية بصحبة الأهل يستمتع فيها الجميع بالصحبة والهواء العليل ومنظر نهر النيل مع الاستماع للأغاني الشعبية والفولكلورية، أجواء يوفرها عمرو صاحب أحد المراكب الذي يعتبر عيد الفطر موسم عمل له لا أجازة كمعظم العمال والموظفين، يرسم البهجة على وجوه ركاب مركبه فيسعدهم في أجازة العيد. دي فسحة الناس اللي هي المتوسطة، عرب، خلايجة، مصريين، شعبيين، كل الناس بتيجي تفسح عندنا. فسحة المركب دي بتاعت أعلى ناس وأقل ناس، يعني بتاع كل مصريين وبتاع كل عرب بتاع كل أجانب وكل حاجة. احنا هنا الفرد بيبقى ب10 جنيه لفة نص ساعة، بياخدوا فسحة كده حلوة، فور سيزون، حياة، مجلس ثورة، عروس النيل، سوفتل، المسلة، قصر السيدات، عمارة فريد، وبيرجع. دي الجولة. مهن عدة ذكرنا بعضها والقليل منها فقط، آثر أصحابها العمل في أجازة العيد للسعي خلف لقمة العيش ولإسعاد غيرهم.